اوعى او انتبه ان اوهام القوة تدفعك انك تاخد قرار وتعمل اجراء تقول بعد كده ان انا يعني ما كنتش دارس كويس، كنت مدفوع بغضبي، مدفوع بحماسة زيادة عن اللزوم. انا بقول الكلام ده للقوات المسلحة وبقول الكلام ده لشعبنا المصري. احنا بنتعامل دايما مع كل الازمات بعقل وصبر عشان نحقق كل شيء او ما امكن، يعني من غير ما يكون في تجاوز في استخدام القوة او القدرات. يعني كان مهم قوي ان انا اقول لكم الكلمتين دول في المناسبة ديت، في المناسبة ديت، وبالمناسبة يعني التطورات اللي موجودة في قطاع غزة. اسمحوا لي اقول لكم ان احنا بنقوم بدور ايجابي جدا جدا في احتواء التصعيد اللي موجود ومحاولة تهدئة الامور والوصول الى ايقاف لهذا الصراع، وايضا للوقف يعني اطلاق النار بشكل او باخر، وايقاف نزيف الدم اللي بيتم دلوقتي. وفي نفس الوقت بنسعى جاهدين بالتعاون مع الاشقاء والاصدقاء والشركاء عشان نعمل حاجتين: احتواء التصعيد اللي احنا بنتكلم عليه ده، وايضا مساندة المدنيين في قطاع غزة بالمساعدات التي هم في احوج الحاجة ليها، في ظل احنا من يوم 7 اكتوبر للنهاردة بنتكلم في اكتر من تقريبا يعني 14-15 يوم، وطبعا مفيش مية ومفيش كهرباء ومفيش وقود، وبالتالي حجم وحتى مواد طبية ومواد إغاثية ومواد غذائية. فاحنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما أمكن عن أهلينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. مهم قوي ان احنا يعني نبذل كل الجهد لتقليل المعاناة. ودايما في كل مناسبة، احنا حصل خلال 20 سنة اللي فاتوا تقريبا 5 جولات صراع بين اسرائيل وبين يعني القطاع او حماس او الجهاد الاسلامي او الجماعات اللي موجودة في القطاع، 5 مرات. وكان دور مصر دايما دور ايجابي في احتواء التصعيد وتهدئته وتخفيف اثار هذا الصراع. وبنقول في كل مرة ان مهم جدا ان حل القضية الفلسطينية هو من خلال الحل الدبلوماسي وحل الدولتين اللي بيعطي الامل للفلسطينيين، وبيبقى بيوجد دولة لهم على اراضي 67.